ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاك ادهم جمعه، والنهارده معانا فيديو جديد مع مهدي. هنلعب النهارده كو اوب، لعب كام ماتش كده بس مش عارف كام ماتش بالظبط صراحه. اللعب معاه حاجه تانية، يعني اللعب لوحدك حاجه والكو اوب حاجه تانية. فالنهارده معانا مهدي، لعبنا شويه ماتشات في ديفيجن رايفلز، وشوفوا بقى البروجرس بتاعنا بالفريق باللعيبه اللي بتطلع لنا دي كلها عملت ازاي. الصراحه عملنا ماتشات حلوه، ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجه ابتدي الحلقه يا ريت ننزل نعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك. مش عاملين سبسكرايب يا ريت ننزل نعمل سبسكرايب، عايزين نوصل ل 100000 مشترك قبل اخر السنه. ويلا بينا على الماتشات. جونيور فشيخ، يلا بينا. بص، في 4-2-1-2 4-2-3-1 و4-3-2. ماشي، 4-3-2 اتيز. جونيور وينج شمال، محرز وينج يمين، ليفت سترايكر مارسيال، رايت سترايكر راشفورد. ايوه نايس، ماشي. روح ماشي. اهي باصه حلو، بص يا راجل، بصي اور نوت اور سكور فيري 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 جود جول مثلا يعني، او ممكن يعني، ليه لا، وما يضرش. خد يا مارسيال، وان تايم يا مهدي، ريباوند يا مهدي. الله، روح اشديك حته كروسايه دلوقتي، حته كروسايه زي الخرا. نجربها تاني، اهي توصل. بص كنت استلم سؤال، هو انا لو كسبت الجيم ده كده يعتبر ستريك؟ لان انا كسبان جيمين ورا بعض. بص بقى يا عاطي بص بقى دوروني. اور نوت مهدي، هتشوفها في الفيديو. انا اهو عاطي. جونيور يا لهوي يا جدعان، this one is for you. عاطي كام تشامبس بوينت؟ 100 في ديفيجن. نطتني نطتين، نايس. بقيت في يعني ايه ديفيجن 4 دلوقتي؟ لا، بقيت اللي هي اللي قبل ديفيجن 4. يا دي النيله، احنا دخلنا ديفيجن 4 هنتنفخ. تشيك بوينت قبل ديفيجن 4. يا رب يا ساتر. ار 9 وكريستيانو رونالدو صح؟ انا فاكر. ايه ده؟ يا لهوي على الشمس ده، الواد ده قطر على فكره في ملعب لوس. بيض والكاميرا اقرب. ايه يا جماعه الهبل، اكبروا يا جدعان. بس ده محمود مهدي، يلا ده اللي هيلب. تعال نركز بقى في الماتش، انا عايز اقلب 4-2-1-2. ماشي. جونيور كام؟ راشفورد سترايكر يمين، مارسيال سترايكر شمال، والسي ام مين دي بروينا ومحرز، وبيتحركوا بيطلعوا في الهجمه، هما زي ونجات في النص كده. روح بحد على البعيد، خد التاني وروح على البعيد. يا ابن اللعيبه يا مهدي، هو ده يا ابن اللعيبه يا مهدي. مهدي لا بقى يا جدعان، بقى يلا ام الحراس على ام الخرا. لا يا عم، الحاجات دي المفروض تخش جول. انا اصلا بفكر اعمل الفور تريبل تول بكونستنت بريشر، لان احنا وي هاف نوثينج تو لوز، احنا عايزين نوين. لو تعادلنا او خسرنا مش هنستفاد حاجه. طيب بس الفور تريبل تول بتتميز في ايه يعني؟ اوه شيت، الحمد لله. لا بقى يلعن، تويتش الحق ده عدو يا مهدي. لا يا عم، نيمو وتويتش اخوات. ايه مرتدة يا ادهم، مش كده، مش باخر واحد. لنفسك لعيب بس كده. ماشي، هنكررها تاني. الحمد لله، كلك هو ماتش عاوزك وماتش مش عاوزك، العمليه بسيطه، خلي كل واحد في شغله وتخصصه. هنلبس جول. لبسنا جول، اوب لبسناش جول. عيب عليك والله، رحت وقفته. فخد البعيد، خد البعيد. جونيور مارسيال ريباوندين. بس كده، العيال اتفاعت. زمانه اتشل، زمانه هيموت مننا دلوقتي. العيال دي اتفاعت، دخل فيهم ريباوندين، بس الصراحه الاثنين كان المفروض يخشهم الاول وضيعوا كتير. لا خلي بالك، انا اعمل بلوكين للكره من على الخط في الكره اللي فاتت، وهو جايب كره في العرض، واحنا جولنا 2 ريباوند. وديني طويل قوي والله العظيم، لمسه ضعيفه. يا انا عارف دي مقلب اللعبه نفسها. ويل سام تايمز لازم يبقى عندك السايكل حلو الصراحه يا ابن اللعيبه. بنالتي ازاي؟ طيب احنا شيت، ما بصش في حته.
لو نطت زرقة. اطلع بجونيور، اطلع بجونيور عشان اسنتر. ايه يا باشا انت متعب ولا ايه؟ ايه يا خرا ده؟ يعني الحراس جايين يتشطروا على الفوليز والحاجات اللي جنب الجول، واقف تخرم زي دي يا عم. راندم دي مصيبه اللعبه عموما. راندم كره تتصد 5 مرات وتدخل 5 مرات عادي خالص. انهي واحده اللي تتصد وانهي واحده اللي تدخل ولا عمرك هتعرف. نفخنا من ادهم يا جمعه. ادهم جمعه وقع مننا. وصلت يعني خرب يا عم. عادي يا عم، عايز اوصل لفور قبل ما انام. انا ناقص لي ونايه واحده. احلى حاجه الصراحه في الرايفل تمام حكيت ان انت تسيب ان ما فيش دخل فيها واحد في التاني. طب يا عم سلام عليكم ماشي. بلوك ما رأيي. انا عارف انك طبعا فيها بس يعني سلك البلوك على الاقل. اوه كان مش شايل ايده من على تراينجل. ايزي ايزي. ده بتاع تايمد في النسات. احنا مفتوحين دفاعيا قوي يا ادهم. مش انا طب هقلب 4-2-1-2 كده بس نمسك الكرة شوية او نخطف جول. ما بتعمل لنا هجمات مرتدة ببصة واحدة مش ممكن. بصي بصي يا ولد يا مهدي والله العظيم. يا جماعة حد يخش يحط بقى. والله العظيم حرام. والله العظيم ده مش طبيعي. المفروض تخش. طلع يا ابن جول. هتخش جول. خش جول. صح حسبت فيها ودخلت قبل كده. يا جدعان لعبة وحشة أوي يا جدعان. يا جماعة لعبة وحشة أوي. ما حدش عمل حاجة. هو اللي دخل فينا يا معلم. بص يمين بس هل هيشوطها يمين؟ يا ابني مش ممكن يعني مش ممكن. هنقعد كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل باسس في النص تتقطع يدخل فينا جون. عايزين نلعب كرة شوية. يعني هلا طلع لوحده يعني المفروض ترشق ام الشبكه. ايوه من النرويج يا دي الخرق. نلعب كوره يا ادهم. نلعب كوره ونصبر شويه وبلاش البلالين اللي بنقعد نعملها طول الماتش. مخليانا طول الماتش حوالين منطقه جزاء. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ ولا اي حاجه. ايه اللي ولا اي حاجه يا دود؟ الناس بتنفرد وبتشوط على الجون. طب هيعملوا ايه اكتر من كده؟ لحد ما يجيبوه يبقى ما عندوش حاجه. ما هو ايفنتشلي هيجيبوه. لا 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 انت بتشوطها فيا. دي حاجة جميلة جدا جدا. طب مش لقدام هتروح فين؟ هتروح فين لوحدك؟ ازاي بس يا جدع يا طيب؟ انا مش عايز ارجعها. انا كنت عايز اندر. ماشي معلش. لا تريحة وبعدين باصة. ما هوش مستريحة الحكم لوحدك. ما شطناش ولا شوطة على الجون. دونت ستوب تيكينج ريسكس جنرالي سبيكينج. هو ده اللي جبنا ورا. خرا ده اجري من هنا يا معفن. بليز 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 يا برجلك برجلك. معلش معلش. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عندي اعمل بوز. انا جبت جول. احنا جبنا جول. الماتش شغال على فكره. الماتش شغال وهيصدروا يلعبوا وانا عندي بيعد 24 ثانيه. ايه ده يعني هما ما بيلعبوش يعني ممكن اجيب جول كمان؟ انا مش عارف. ايوه لا بيلعبوا. لا انا اللي ما بلعبش. صح هات الكره محتاج ممكن كده. عمل بوز ولا لا؟ لا انا عندي ما بلعبش. انا ما فيش. انا ما بعملش حاجه. طب انا هفضل ماسك الكوره كده. الوقت خلص كده. الماتش واقف عندي. كده الماتش واقف عندي مهند. انا برضه. ونتيجه 0-0. النتيجه 1-0. ايه الهبل. طب دوس اي حاجه بس عشان انا بدوس اي حاجه. ما فيش. دوس بوز انت. طيب ما فيش. باي باي ذس جيم. الماتش ده هيبوظ. الناس بتقول لي باي باي ذس جيم. يعني ممكن هم اللي يسيبوا الماتش يعني تبقى ويتنج جيم. ما اعرفش. نيو جين اوه مش يور اوبوننت هاز فورت. هما اللي زهقوا. مش يا رب يكون الجول ده محسوب عندك. ما اعرفش بقى الجول ده موقفي منه ايه. ما عنديش فكره. النيو جن ما فيش. زيرو زيرو ادفانتج. 3 دايز ليتر انا طلعت. اتحسب لنا. اتحسب لي وين؟ اتحسب وين؟ طلعت ديفيجن 4 بقى اقرب طريقه ممكنه. ايه وخدت 100 نقطه.